بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج أوتوكاد 2021. النهاردة زي ما وعدتكم هشرح السكشن في البرنامج، إزاي إن أعمل سكشن في بلان معماري، والسكشن ده مر بسلم زي ما إحنا شايفين كده، نعرف الارتفاعات بتاعة السلم شكلها إيه، وإزاي إن إحنا نرسم السلم في السكشن، وإزاي إن إحنا نرسم اللاندنج أو السلاب بالنسبة للأسقف. كل ده هنتعلمه النهاردة في الدرس بتاعنا. قبل ما ابتدي الدرس، في دروس للاوتوكاد في القناه 2D و3D، لو عايزين تطلعوا على الدروس بتدوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو، بيدخلكم على القناه وبتشوفوا جميع الدروس وجميع البرامج اللي انا شرحها. هنبتدي مع بعض الدرس. زي ما احنا شايفين ده البلان اللي احنا هنشتغل عليه، وانا عايزه اعمل قطاع اللي هو الخط الابيض اللي انا عاملاه ده، وفي سهمين. القطاع ده ماشي في الحوائط اللي احنا شايفينها، ادي عندي حائط، حائط تاني، وعندي السلم هنعمل فيه قطاع ونشوفه، والحائط اللي احنا شايفين الحائط التالت ده. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي ارسم لاين بالشكل ده كده، بقول له اوفست 0.45، انا بشتغل بالمتر على فكرة، وهاجي اعمل كده. ده سلاب، ده ليفل، جراوند ليفل اللي هو تحت ده، واللي فوق ده اسمه بلينس ليفل. كويس، ده الجزء اللي احنا بنرسم عليه اللي هو الخط بتاع البلينس ليفل. الجراوند ليفل اللي هو الجزء الداخلي من الارض اللي هو موجود عندي هنا، يعني انا بعمل هنا زي بلاطه في الجزء ده كده. طيب بعد كده هرفع الحوائط اللي هنا دي، هقول له اكس لاين وبعدين في اي ار زي ما اتعلمنا قبل كده، واخد اول نقطه وتاني نقطه. نفس الكلام هنا، الحوائط هرفعها بالشكل ده كده. يبقى انا هنا رفعت الحوائط. كويس، هاجي اقول له تريم تي ار، وبعدين اختار الخط اللي فوق اللي انا عاملاه ده، واقول له بيمين الماوس، بدوس بيمين الماوس وبعدين اف من الكيبورد، وبقطع او بعمل تريم للخطوط اللي انا خدتها. يبقى اول حاجه ان انا رفعت الحوائط اللي عندي دي. طيب انا عايزه ابتدي ارسم السلم اللي هنا، برضو هقول له اكس لاين في اي ار، واجي اخد اول سلمه. طبعا اول سلمه انا طالعه كده ولفه كده، يبقى أول سلمة بالنسبة لي هنا اللي هي هنا. كويس، وزي ما احنا اتعلمنا قبل كده إن ارتفاع السلم من 15 لـ17 سنتي، يبقى أنا أقول له 0.15، وبعدين فيلت اف الكيبورد تريم بالشكل ده كده. خلاص، وهقول له لاين كده، وبعدين اعمل له فيلت اهو. يبقى انا عملت ارتفاع السلمه الاولانيه وعرضها اهو. طيب انا عندي هنا 10 سلالم، هعمل ايه بقى؟ هقول له كوبي، اخد كوبي واختار السلمه الاولانيه دي، وبعدين انتر، وبعدين اختار البيز بوينت بتاعتي من هنا، وبعدين اقول له array زي ما شايفين تحت هنا، copy specify second point في array، هدوس على حرف ال A من الكيبورد، بعدين enter، وبعدين اقول له 10، هقفل القرصه، ادي 10 اهو، وهاجي عند النقطه دي شايفين، هحط الكوبي بتاعي، وبعدين escape. بقى ادي السلالم اتعملت لي. هاجي بقى هنا هقول له اكستند، وهوصل الجزء ده كده. انا عندي هنا في بلاطه، في بلاطه موجوده هنا اللي هي بتاعه اللاندنج او البسطه اللي انا بطلع عليها. عشان اعمل البلاطه دي حاجه اقول له لاين 0.1 بالشكل ده كده. كويس، ولاين تاني من هنا لهنا 0.1 بالشكل ده، واوصل الاتنين ببعض اهو. انا عايزه اعمل البلاطه.
كويس، واجي اشيل اللاين ده واقول له لاين بيربنتيكولار عمودي على الخط ده، واعمل لاين تاني من هنا، افتح الارسو اف 8 عمودي على الخط ده كده كويس، واجي اخد من الخط ده اوفست بوينت 1 اللي هي 4 بوصة تقريبا اهي بالشكل ده كده، نفس الكلام اوفست بوينت 1 من هنا لهنا، واجي اقول له فيلت بقى اهو، وفيلت اهو كده، انا عملت البلاطة اللي موجودة هنا، سلاب اللي موجودة هنا او اللاندنج اللي هي عندي البسطة نفسها. طيب انا هاجي بقى اخد ميرور من السلم ده، انا عايزة اكمل السلم طالع لفوق، هقول له ام اي واخد السلالم بس بتاعتي اللي هي القايمة والنايمة بتاعتنا اهي، بالشكل ده كده، وبعدين بدوس بيمين الماوس واختار اول نقطة كده وتاني نقطة كده، وبعدين باجي اقول له نو كويس اهي، وانا كده رسمت السلالم بتاعتي هنا. هاجي اعمل لاين بالشكل ده كده، واعمل نفس اللي عملته هنا، هعمل برضو هنا عندي في لاندنج، هقول له لاين الاند بوينت دي بوينت 1 اللي هي زي ما قلنا 4 بوصة، وبعدين اعمل اوفست بوينت 1 من البلاطة دي اهي، وبعدين اقول له لاين بوينت 1 وبعدين بتجري على الخط ده، وبعدين اقول له فيلت اشيله بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت البلاطة الموجودة هنا وعملت البلاطة الموجودة اللي هو عندي اللي بنقول عليها البسطة كويس. هنكمل مع بعض، هاجي بقى هنا ارفع الباب اللي قدامي ده، هقول له اكس لاين برضو في اي ار، واخد النقطة دي والنقطة دي، دي فتحة الباب، وعندي ارتفاع الباب بحوالي 2 متر و10، بقول له اوفست 2 متر 10 اهو من الخط ده للخط ده كده، بعدين اقول له فيلت، بقى كده رسمت الباب عندي او الفتحة بتاعت الباب عندي كويس. هنيجي بقى نعمل روف سلاب اللي هي البلاطة بتاعت السقف، هقول له لاين واكمل دي هنا كده كويس، واجي اعمل البلاطة اقول له اوفست حوالي 15 سنتي، بالشكل ده كده، بعدين اقول له تريم، هاجي هنا بقى ارسم السور بتاع الروف اللي فوق، هقول له اوفست حوالي 90 سنتي الارتفاع بتاعه بالشكل ده كده، وبعدين اوصل اكستند، وبعدين اقول له تريم، زي ما احنا شايفين، بعدين ترم، اشيل الجزء ده كده، اوصل ده تاني معلش، اعمل ترم من هنا اهي، يبقى ده السور اللي عندي هنا للسقف. طيب انا في عندي هنا بلاطة سلاب ورا
اللاندنج اللي انا عاملاها دي، اللي هي الحائط اللي موجود عندي ده، في هنا بلاطه تانية موجوده بس ورا اللاندنج اللي هنا، شايفين الحائط ده اهو. طب هنعملها ازاي؟ هقول له لاين وهوصل بده كده، ولاين تاني، وهنيجي من هنا من السقف هنا هنوصل لحد هنا كويس، وبعدين اقول له تريم، اشيل اللي هنا دي اهي. انا عندي هنا في بلاطه السقف ورا اللاندنج اللي موجود هنا، طبعا هنوصلها للاخر بالشكل. هاجي بقى اعمل غرفه السلم اللي بتبقى فوق، هقول له اوفست مثلا حوالي 2 متر 50، واجي اخد اوفست من هنا لهنا كويس، وبعدين اقول له فيلت اهو، وفيلت اف الحائط اللي هنا ده اطلعه، بعدين تريم بالشكل ده كده، وهنا تريم بالشكل ده، واعمل هنا برضو سلاب اوفست بوينت 1 وبعدين فيلت هنيجي نظبط الحوائط بتاعتنا، هقول له تريم، شيل بس ده هنا ده وده اكمله، المفروض السلاب اللي هنا لازم تكمل، وبعدين اقول له تريم اشيل دي بس اهي كويس، وهنا نفس الكلام اكستند بالشكل ده كده. وعندي هنا في فتحة باب زي ما احنا شايفين، او في فتحة انا بدخل منها، الفتحة دي هحددها هنا برضو، هقوله لاين هنا نفس الحكاية، ارتفاع الفتحة 2 متر 10، وهقوله تريم اهي ارتفاع الفتحة اللي هنا. وقبل ما اجي اعمل التهشير للحوائط هقوله اكستند هنا برضو اهي، وبعدين تريم شيل دي كده كويس. يبقى احنا هنا عملنا سلاب بالشكل ده كده. طيب هاجي اعمل بقى التهشير بتاعنا، هقول له هاتش للحوائط، واختار اللي هي هنا دي اهو، واختار ده وده زي ما احنا شايفين كده، الحوائط اللي عندنا اللي هي بختارها كويس، وبعدين انتر. وانا كده عملت الحوائط. عايزه اغير لونها، ممكن ان انا اغير اللون بتاعها اسيبها زي ما هي، وممكن نغير بعد كده هنعمل سلاب نفس الكلام، هقول له هاتش وبعدين افتح السهم ده كده واقول له كونكريت اللي هي موجوده عندي هنا دي، واختار الاسقف اصغر الهاتش هنا اهو بالشكل ده كده، طبعا عندي هنا ماشي من ورا اهي الحته دي اقول له انتر. ممكن بقى اغير اللون ده كده، عندي مثلا اخليه احمر كده كويس، وبعدين اعمل هاتش للسلم نفس الكلام، كونكريت اهي هنا وهنا وهنا وهنا، وبعدين انتر اغير اللون بتاعها من هنا مثلا اعمله اخضر اهو. يبقى انا كده عملت سيكشن في سلم وفي حوائط زي ما احنا شايفين، وعرفنا ازاي ان احنا نرفع السيكشن ده. هنيجي نعمل حلق للباب، اقول له اوفست
بعدين فلت. يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل سيكشن في بلان، والسيكشن ده مر بسلم زي ما احنا شايفين كده. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، عشان ده بيدعمني في اليوتيوب وبيخليني استمر معاكم. انتوا زوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.